بخير الأشهر الحرم وجئتك في ركائبهم إلى برد المتى بضمي إلى برد المتى بضمي. إن لله عبادا قطعوا عوائق الشهوات وأسرجوا مراكب الجد بصدق العزمات وامتطوا دياد الأمل واتجهوا إلى الله عز وجل وتزودوا إليه بصالح العمل مع إخلاص النية وتوسلوا إليه بصفاء القلب وصدق الطوية فمروا بالخضرة الفاتنة مسبحين وبالحطب الله بمستعيذين ولم يعبأوا بالعقبات ولم يتلفتوا إلى المغريات قد صانوا وجوههم عن الابتذال وطهروا أقدامهم من الأوحال استعانوا بالله على مشقة الطريق فذلل لهم صعابه وعلى بعد مدى فلملم لهم رحابه فلما اجتازوا الصعاب سألوا الله ففتح لهم بابه فلما دخلوه استضافوه فقربهم ورفع دونهم حجابه فلما استطابوا المقام بعد طول الصرى قالوا وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. أولئك أحباء الله صدقوه العهد فصدقهم الوعد ومحضوه الحب فمنحهم القرب أما ملائكة الله فتراهم وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين.